استاذه نغم كانت بتسال عن الفارق واحنا قلنا قبل كده نذكر بيه بين النبي والرسول الرسول هو ما اوحي اليه بشرع جديد والنبي متمم لرساله من ارسل قبله كل رسول كل رسول نبي وليس العكس يعني نقول انه الرسول هو من امر بالبلاغ فهو الرسول وهو في ذات الوقت نبي يعني هم كلهم أنبياء كرام وإذا اتصف بالرسالة يبقى هو مبلغ لهذه الرسالة عن الله سبحانه وتعالى يا ست نغم يبقى ما فيش عندي يبقى أنا هفهم من هنا إنه كان رسولا نبيا فأفهم هذا المعنى إنه كان يحمل رسالة لهؤلاء القوم وهو أصلا نبي يأتيه الوحي من السماء